عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته 18 اليوم، وتناولت الجلسة المحاور الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتي يندرج تحتها عدة لجان تصل إلى 19 لجنة. وأبرز الشخصيات المرشحة لهذه اللجان والتي ستبدأ فور الانتهاء من اختيارها بطرح الملفات الأهم للنقاش والتي يصل عددها إلى 100 ملف، وستعرض بعد ذلك القرارات التي ستخرج عن هذه الاجتماعات على مجلس النواب والشيوخ لاتخاذ الجانب التشريعي بها وتنفيذها بعد ذلك بعد عرضها على رئيس الجمهورية. بنتكلم في الحوار الوطني تحت ثلاث عناوين رئيسية: القضايا ذات الطبيعة السياسية، القضايا ذات الطبيعة الاقتصادية، القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية. داخل كل عنوان من العناوين دي اللي احنا بنسميه محور، هناك قضايا فرعية. مثلا في 5 قضايا فرعية تحت المحور السياسي، و8 قضايا فرعية تحت المحور الاقتصادي، و6 تحت المحور الاقتصادي، بالمجموع 19. يعني كل قضايا فرعية لها لجنة خاصة بها. هنتكلم على زي ساحة الحوار الوطني منتشرة عبر 19 لجنة. كل لجنة من اللجان بنختار لها عدد من الأشخاص في كل حالة في كل لجنة، بحيث أنه يبقى عينة ممثلة للمجتمع المصري من ناحية أصحاب الرأي والفكر، مجموعات المصالح، الشباب، المرأة، الفلاحين، العمال، بحيث يبقى كل مصري يرى نفسه في مرآة الحوار الوطني. جدول أعمال جلسة مجلس الأمناء النهاردة الأحد الموافق 25 ديسمبر في الحقيقة يعني بتركز بشكل رئيسي على اختيار الأسماء المرشحة للنقاش والمشاركة في الحوار خلال الجلسات الرئيسية للحوار الوطني المقرر انطلاقه خلال الفترة المقبلة أو خلال الأيام القليلة المقبلة. في الحقيقة يعني وضع مجلس الأمناء بعض المعايير لاختيار الأسماء. أولى هذه المعايير أن يكون لديها المصداقية لدى الرأي العام، حسن السير والسلوك، القدرة على الوصول إلى نتائج، مشهود له بالتخصص والكفاءة المهنية في تخصصه. في الحقيقة طبعا كان في بندين النهاردة على جدول أعمال الجلسة. البند الأول هو استمرار النقاش حوالين الأسماء المقترحة للمشاركة في أعمال اللجان، ودي قضية طبعا مسألة مهمة، لأنه هتكون يعني عامل مهم جدا في يعني إسراء النقاش داخل اللجان، وأيضا تسهيل مهمة اللجان في الوصول إلى توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ.